صباح الخيرات والبركات لكل أوفياء شدا اف ام. موعد جديد وحلقة أخرى من برنامج الأسرة والعائلة شدا الأسرة، الموعد اللي دائما كيتجدد معكم وكيجمعنا من الآن وإن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. أنا تصريح الدكتورة فدوى العلالي اللي هي طبيبة أخصائية في أمراض الروماتيزم، معها من خلال التصريح غادي نتعرفوا على شنو هو هذا المرض تحديدا وشنو هي الأعراض اللي كتظهر عند الناس اللي هما كيكونوا مصابين بمرض الروماتويد المفصلي. إذا نسمعوه ونرجعوا باش نواصلوا. لابولي أرثريت روماتويد هو واحد الالتهاب كبير في المفاصل. هذا الالتهاب مزمن كيقيس خصوصا السيدات ما بين 30 و 50 سنة، دونك في أول الشباب ديالهم، واللي كيمكن له إلا ما تداواش وإلا ما تشخصش بكري وإلا ما تداواش كيتسبب في إعاقة كبيرة، لأنه كيقيس المفاصل كاملين، كيقيس المفاصل اليدين، دونك الواحد ما كيقدش يحرك يديه، وكيقيس المفاصل ديال الرجلين، الواحد في التالي ما كيقدش حتى يتمشى على رجليه. واحد الدراسة درناها في مستشفى العياشي بسلا بينات أنه 20% ديال الدراري ديال الأطفال ديال هاد الناس اللي عندهم هاد الروماتيزم تيخرجوا من المدرسة، دونك يخرجوهم باواتهم ولا مواتهم من المدرسة باش يعاونوا في الدار، حيت هذيك الامهات ما كيقدوا يديروا حتى شي حاجه، عندهم واحد الاعاقه كبيره، المراه ما كتقدش تحرك في الدار، ما كتقدر دير حتى حاجه، وتيصدق مسكين هذاك البنت مخرجينها من المدرسه باش تعاون الام ديالها. وتبتات هذه الدراسه ان حتى المشكل ديال هاد العيالات اللي كيوصلوا لهذه الاعاقه انه كاين طلاق بزاف، دونك كتشرد العائله بهذا المرض، الوغ كو هذا المرض الا عرفناه بكري عنده علاج وما كنوصلوش لهاد المشاكل كامله. الوغ باش كيتعرف المرض؟ كيتعرف بالتهاب في المفاصل. شنو هو الالتهاب في المفاصل؟ هو شي حد كيضروا المفصل، اي مفصل، سواء كيكونوا في اليدين، خصوصا اليدين او الرجلين او الركبه او الكتف او حتى ديال الفم ديالو، ملي كيجي يحل ويشد فمو ديك المفصل هذاك حتى هو كيكون مضرور. كيكون دونك الحريق، هذا الحريق كيكون سورتو في الليل، وفي الصباح بنادم كيفيق كنقولوا له مشكرف، ما تيقدش يتحرك، تيخصو واحد الوقت مثلا ساعه ولا ساعتين عاد كتقد دير الحركات اللي خصها دير، وكيكون نفخ في المفصل. بعض المرات كيكونوا الاعراض غير صغار، هي بحال دابا شي السيده مثلا كتجي كيكون غير واحد جوج صبعان ديالها كتحس بهم منفخين باش كتعرفهم، كتحس بهم شويه ديال الحريق، وديك الخاتم اللي كتكون دايره في الليل كيبدا يتزير عليها، وكتحس انها ما بقاتش قاده ديرو، لانها اوفيت الصبع ديالها راه تنفخ، واخا النفخ ما باينلهاش بزاف، هو راه ملي عاد تمشي عند الطبيب الروماتيزم عيبان انه هذاك المرض بادي ديجا، واخا راه قايس لنا غير جوج مفاصل صغار في اليد راه ديجا مبدي. الوغ جوستومون ملي عاد تمشي شنو عايدير الانسان من عايحس بهذا الحريق؟ تيخصو يمشي يشوف الطبيب ديال الروماتيزم ديالو اللي هو الطبيب المختص بهذا المرض، اللي عيشخص المرض، واللي بعض المرات ملي كيكون غير شي حاجه قليله تيمكننا نديرو ليكوغرافي اللي كتبين لنا شي حوايج ما كنشوفهمش بعينينا. دونك كاين واحد ليكوغرافي سبيسيال اللي كيديروها الناس مختص، ماشي اي راديولوج كيدير هاد ليكوغرافي، سي ناس مختصين في سواء اطباء ديال الروماتيزم هما اللي كيديروا هاد ليكوغرافي، ولا كاين دي راديولوج دايرين اختصاص ديال المفاصل اللي هما اللي تيقولوا لنا واش كاين التهاب في شي مفصل اللي حنا بيننا نورمال. هو ملي كنديروا ليكوغرافي كيبان لنا ديك الساعات انه ديجا المرض راه قايس مفاصل واحد اخرين. كاين واحد الراديويات عاوتاني سبيسيو، كاين واحد التحاليل اللي كيبينوا انه المرض كاين. طيب معنا تصريح ثاني دائما للدكتوره فدوى العلالي اللي هي طبيبه اخصائيه في امراض الروماتيزم، ولكن هذه المره خاص بالعلاج والتكلفه ديالو اللي هي باهظه جدا. اذا غادي نسمعوا ونرجعوا دائما باش نواصلوا. اول حاجه كنأكد عليها هو كاينه واحد الدراسه خرجات، واحد الدراسه امريكيه ودراسه اوروبيه بينت انه المريض اللي عنده اكثر من 3 ديال المفاصل منفوخين الا شاف الطبيب ديال الروماتيزم قل من 6 شهور، زعما في الاول في ديك 6 شهور الاول هذا المرض، كيكثر الحظ ديالو انه يتوقف له المرض بالنسبه لواحد بقى كيدور وعاد وصل متاخر في واحد الوقت متاخر عاد وصل عند الطبيب ديال الروماتيزم. دونك شنو هو العلاج؟ كاين جوج الانواع ديال العلاج. كاين العلاج الحريق اللي هو هذاك ماشي ضد المرض، من ضمن هذا العلاج ديال الحريق هو الكورتيزون. هاد الكورتيزون كنبغي نقول انها دواء كيهدن بزاف الحريق، دونك الواحد ملي كيكون عنده التهاب في المفاصل وكياخذ لاكورتيزون ما كيبقى يحس بوالو، الا ما خداش الدواء اللي هو الدواء ديال المرض اش كيوقع؟ كتبقى ديك لاكورتيزون بحال اللي غير رقابطه، وواحد النهار ما كيبقى حتى ديك لاكورتيزون ما كيستجبش ليها، وعلى ما كيوصل نشوفوه حتى كنلقاو انه كنديروا الراديو كنلقاو العظم تكل والقرواجه تكلت، وكي كنقولوا اون اريف ابخي لا باتاي، ديك الساعات كتجي انت كتلقى ديجا مالوغوزمون السيد مثلا 3 سنين ولا 4 سنين، وهذا الشيء كنشوفوه بزاف في لا كونسلتاسيون، شي سيده عندها بولي ارتريت روماتويد بقات كتاخذ سوا من الصيدليه سوا شافت شي طبيب ماشي مختص
كتاخذ الكورتيزون وكتبقى غير بلا كورتيزون حتى لواحد الوقت كتجلس فركنا وعاد كنشوفوها حنا ديك الساعات ماشي بحال اللي شفتي الواحد في الاول بحال اللي شفتي الواحد من بعد. من غير هاد الدواء الحراق كاين دوايات واحد اخرين، كاين الدواء سكون ابل تريتمون كلاسيك، الدواء العادي تريتمون دو فون اللي هو اساسا الميثوتريكسات. يا اما الواحد كيستاجب لهاد الدواء اللي هما واحد لي باري كيداروا مره في السيمانه، او الا ما استاجبتش كاين واحد الدوايات عاد تخرجوا هادي واحد العشر سنين باش بانوا اللي كيتسموا لي بيوثيرابي. هاد لي بيوثيرابي غيروا المسار ديال هاد لابوليارتريت روماتويد، بحيت شحال هادي كنا في لا كونسلطاسيون تنعرفوا واحد البدايز في لا سال داتونت كتعرف الناس اللي عندهم بوليارتريت روماتويد حيت يديو معيوج باينين. دابا بلا بيوثيرابي شي واحد كياخذ لا بيوثيرابي جالس في لا سال داتونت ما تفرزوش بينه وبين شي واحد كيضروا ظهرو عادي جاي عنده حرق ديال الظهر، لان هاد لي بيوثيرابي الا تعطاو بكري في الوقت اللي خصهم يتعطاو فيه ما تيخليوش العويجاج يكون بتاتا، ما تيخليوش العضو ما يتكلو، ما تيخليوش القرواجه تتكل، وبنادم تيرجع نورمال كيعيش حياه طبيعيه وكيتفادى المشاكل كلها وكيتفادى الاعاقه وكيتفادى كل شيء الا خدا هاد الدواء اللي هو البيوثيرابي. هاد لي بيوثيرابي تقول لي كاين شي شنو هو المشكل ديالهم، هما انهم غاليين غاليين بزاف، بحيث الا بغيت نعطي اون ايدي على الثمن كيديروا ما بين 60,000 درهم حتى ل 150,000 درهم في العام. وكنقول انه لا بوليارتريت روماتويد ماشي بحال الرواح كنداويوه وصافي وكيبرى، مرض مزمن بحال الطونسيون بحال السكر، سيتادير اللي فيه راه فيه محدنا تناخذوا الدواء وحنا مزيان، الا قطعنا الدواء ما نبقاوش مزيان. دونك ماشي الواحد يقول ونبيع حوايجي وناخذ هاد الدواء عام وصافي ويجيب الله التيسير نبرى، ما كتبراش كتبقى محدك كتاخذ الدواء وانت راك باري، ولكن الا قطعنا الدواء في حالات قليله بعض المرات كيمكننا كاريمون نقطعوا الدواء عند شي ناس دي كا بارتيكولي. وحنا في الجمعيه المغربيه لاطباء الروماتيزم كنحاولوا دابا وحنا مع اتصال مع الناس اللي مختصين في التغطيه الصحيه باش هاد الادويه هادو ترجع في متناول الناس بزاف. في المغرب دابا كاينين جوج اللي ديجا لا ميتويال تتعطي لهم لا بريزون شارج، وكاينين ثلاثه اخرين عاد دخلوا اللي هما لو دوسي ديالهم راه محطوط عند لا ميتويال، واللي تنشوفوا حنا انهم يرجعوا في متناول الجميع. وهذا هو املنا انه هذه الملفات يتخاذ بعين الاعتبار بالفعل يعني وفي القريب العاجل، لانه اي وقت كيمر المضاعفات ديال المرض كتزاد والمعاناه ديال هاد الناس اللي هما مصابين بهذا المرض كتزاد ايضا اكثر.